نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مسائية المركز الإخباري، نبدأ بالعناوين. مرحبا بكم. الرئيس الأسد: هناك دول تحاول الهيمنة وفرض السيطرة بالحرب والاغتصاب أو بخلق مشكلات وبالابتزاز. الجيش العربي السوري يسيطر على تلال حاكمة في ريفي إدلب ودمشق ويقضي على إرهابيين بينهم متزعمون. أكثر من 60 شهيدا يمنيا في العدوان السعودي، والجيش اليمني وجماعة أنصار الله يطردون القاعدة من لودر في اليمن. مشاهدينا، قبل أن نبدأ ملف المسائية أنتقل مباشرة إلى كريم الشيباني وأهم الأخبار. تحية لك يا اليسار وتحية لمشاهدي القضايا السورية. أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن إنجاح الحوار السوري يتطلب أن يكون سوريا فقط، بمعنى لا يكون هناك تأثير خارجي على المتحاورين. وقال رئيس الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية إن المصالحات الوطنية في سوريا حققت نجاحات كبيرة، وهي التي أدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية للكثير من المواطنين السوريين في مناطق مختلفة. وأشار الرئيس الأسد إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل شركاء في الغرب، حتى أوروبا تريدها فقط تابعة لها. فيودور إيفانيتسا من قناة زيفيزدا: سيد الرئيس، سؤالي يتعلق بالعلاقات السورية الروسية بغض النظر عن الوضع الصعب والنزاع في سوريا، ولكن موقع الإمداد والصيانة الخاص بالأسطول الحربي الروسي في طرطوس مستمر بالعمل. هل هناك توقع أو نظرة للمستقبل بأن يصبح هذا الموقع قاعدة عسكرية بحرية لروسيا كاملة؟ هل ترون اقتراحا كهذا أو تدرسونه؟ هل كان هناك خلال سنوات الأزمة عقود جديدة موقعة بين موسكو ودمشق بالشأن العسكري؟ بالنسبة للتواجد الروسي في أماكن مختلفة من العالم بما فيها شرق المتوسط ومرفأ طرطوس السوري، هو ضروري جدا لخلق نوع من التوازن الذي فقده العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي منذ أكثر من 20 عاما. جزء منه التواجد كما قلت في مرفأ طرطوس. بالنسبة لنا، كلما تعزز هذا التواجد في منطقتنا كلما كان أفضل بالنسبة للاستقرار في هذه المنطقة، لأن الدور الروسي دور هام لاستقرار العالم. طبعا في هذا الإطار أستطيع أن أقول بأننا بكل تأكيد نرحب بأي توسع للتواجد الروسي في شرق المتوسط وتحديدا على الشواطئ وفي المرافق السورية لنفس الهدف الذي ذكرته، ولكن هذا الشيء طبعا يعتمد على الخطة الروسية، خطة القيادة الروسية والسياسية والعسكرية لنشر القوات في المناطق المختلفة وفي البحار المختلفة، وخطة التوسع بالنسبة لهذه القوات. إن كان هناك توجه لدى القيادة الروسية بالتوسع في شرق المتوسط وفي سوريا، فنحن بكل تأكيد نرحب بمثل هذا التوسع. أما بالنسبة للعقود والتعاون العسكري بين روسيا وسوريا، فكما تعلم هو قديم وعمره الآن أكثر من 6 عقود، ولم يتبدل شيء بالنسبة لهذا التعاون في هذه الأزمة. كان هناك عقود روسية مع سوريا تم توقيعها قبل الأزمة وتم تنفيذها بعد بدء الأزمة في سوريا، وهناك عقود أخرى جديدة للأسلحة والتعاون العسكري تم توقيعها خلال الأزمة ويتم تنفيذها الآن بشكل مستمر. طبعا تغيرت طبيعة هذه العقود بما يتعلق بنوعية المعارك التي تخوضها القوات المسلحة السورية في مواجهة الإرهابيين، ولكن الجوهر هو أن طبيعة هذه العلاقات لم تتبدل وهي مستمرة كما كانت. سيادة الرئيس، عفوا، يعني تحدثنا في عدد من تقارير RT بعد استقراء المعطيات السياسية في دمشق، قلنا أن هذا العام قد يكون عام الوفود
أو قد يكون كذلك عام التحولات. برأيكم سيادة الرئيس بعد مجمل الزيارات التي قامت بها وفود أجنبية، هذه الوفود كانت برلمانية وكانت سياسية في الوقت ذاته، هل لديكم سيادة الرئيس استقراء لمستقبل الأيام القادمة إن كان عسكريا وسياسيا بعد مجمل هذه اللقاءات المختلفة مع الوفود الدولية؟ هذه الوفود التي زارت سوريا مؤخرا، البعض منها بشكل معلن والبعض منها بشكل سري غير معلن، تعبر عن شيئين. أولا تعبر عن عدم مصداقية الحملة الإعلامية في الغرب تجاه ما يحصل في هذه المنطقة، فتكرار هذه الأكاذيب نفسها على مدى 4 سنوات لا يمكن أن يستمر لأنه لم يعد مقنع. هناك حقائق على الأرض تتبدل، وهناك أشياء كنا نقولها في سوريا منذ بداية الأزمة ثبت بالنسبة للمواطن الغربي بأنها صحيحة. عندما تحدثنا مثلا عن انتشار الإرهاب كانوا يقولون لا يوجد إرهاب. هذه الوفود تريد أن تأتي إلى سوريا، خاصة منهم إعلاميين، منهم منظمات مدنية، ومنهم برلمانيين أرادوا أن يأتوا إلى سوريا لكي يعرفوا ما الذي يجري. هذا جانب. هناك جانب آخر يتم له علاقة بالدول. أكثر من مسؤول غربي التقينا به قال لنا هذا التعبير، بأن المسؤولين الغربيين صعدوا إلى الشجرة ولم يعودوا قادرين على النزول، فعلينا أن نساعدهم بالنزول من خلال هذه اللقاءات. هم كذبوا كثيرا على الرأي العام لديهم، والآن لو أرادوا أن يغيروا هذا الكلام فسيسألهم الرأي العام، طيب كنتم تكذبون علينا لمدة 4 سنوات والآن تقولون شيء معاكس، فلن يكون من السهل على هؤلاء السياسيين أن يقولوا العكس ويقولوا الحقائق لأنها ستعني نهايتهم السياسية. لذلك هم يقومون بإرسال الوفود، وعندما تعود هذه الوفود يقومون بمهاجمتها على أنها أتت بشكل خاص ولا علاقة لها بالدولة، مع أن هذه الوفود قد تكون برلمانية ولكن فيها أشخاص يمثلون السلطة التنفيذية، إما المخابرات أو وزارات الدفاع أو ما شابه. فهذا يدل على أن الدول الغربية مستمرة بكذبها ولكنها تريد مخرج ولا تعرف كيف تخرج من الورطة التي دخلت بها. ميدانيا بسطت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على مجموعة من التلال الحاكمة في جبال الزبدان الغربية بريف دمشق، وهي شير القرنة وشير الهوة وشعيب الألد وبيركاس وقصر النمرود وجبل الشيخ منصور وراس القرن وشقيف الأحمر. كما استهدفت قواتنا أوكار الإرهابيين في المنطقة. مراسل الإدارة السياسية والتفاصيل. تواصل وحدات من الجيش العربي السوري أعمالها القتالية في ريف الزبداني، فبعد أن دكت أوكار ومعاقل الإرهابيين في هذه التلال والجرود الصخرية وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين والقناصيين، تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من فرض سيطرتها على مجموعة من التلال والنقاط الحاكمة قرقماز ورأس الخشعة وظهرة الهوة. خلف هذه التلال ما تزال تتواجد أعداد من أوكار المجموعات الإرهابية وتشمعاتهم، وتقوم وحدات الاستطلاع في الجيش العربي السوري برصدهم ومتابعة تحركاتهم، حيث تقوم الوحدات القتالية باستهدافهم بمختلف الوسائط النارية والأسلحة المناسبة. أكد القادة الميدانيون أن الأعمال العسكرية ما تزال مستمرة وفق الخطة الموضوعة، وأن الحالة المعنوية للمقاتلين في أعلى درجاتها، خاصة مع التقدم الكبير الذي يحرسه رجال الجيش وفرار العصابات الإرهابية من أمام ضرباتهم. مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري ريف الزبداني. وفي ريفي حمص الشمالي والشرقي وجه الجيش العربي السوري ضربات مركزة لمعاقل التنظيمات الإرهابية وأوقع قتلى بين صفوفهم. وأحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه قرية أبو العلاية التابعة لناحية جب الجراح. وإن درغام والتفاصيل. في إطار اعتداءاتها المتكررة على المناطق الآمنة والقرى الآمنة
والنقاط العسكرية التابعة لناحية جب جراح بريف حمص الشرقي حاولت احدى المجموعات الارهابية التسلل من منطقة سلام شرقي وغربي والسلطانية باتجاه قرية ابو العلاية للاعتداء على احدى النقاط العسكرية، فتصدت لها وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية واشتبكت معها لعدة ساعات، مما ادى الى مقتل عدد من افرادها. كما نشاهد هنا جثث بعض الارهابيين المرتزقة من تنظيم داعش الذين تم القضاء عليهم. من قضاء العلاية نشكر الجيش وعن يحمينا من المسلحين، ما هون احنا عايشين فضل الله والجيش. من قضاء العلاية الله يحمي الجيش وما يسهر طول الليل وما يحمينا وما يهجم علينا المسلحين دائما، يعني من السلطانية ومن سلام من كل هالمناطق دول كل ما يلفوا علينا من اربع جهات، يعني والله يحمينا الجيش، فضل الله فضل الجيش نحن بهالحارة. نحن نتشكر الجيش العربي السوري لأنه ما يحمينا من المجموعات الإرهابية المسلحة، بدل اشتباكات من منطقة السلطانية وسلام شرقي. وهنا نرصد إحدى المحاور التي تتسلل منها مجموعات إرهابية تنظيم داعش، كما نشاهد هذا المحور من جهة اليسار من منطقة أو قرى سلام غربي وشرقي باتجاه منطقة وقرية أبو العلاية، كما نشاهد هنا أيضا بالمقابل إحدى تحصينات الإرهابيين، هنا تتحصل المجموعات الإرهابية وتتخذ من هذا المقر مكانا للاعتداء على النقاط العسكرية والقرى المجاورة. وإلى إدلب حيث يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، وسيطرت وحدات الجيش على تلة منطار الفوقة، كما وجه سلاح الجو في الجيش ضربات مركزة استهدفت تجمعات التنظيمات الإرهابية في بكفلون وفيلون ومرتين، قضى خلالها على أمير جبهة النصرة في كفر روما الإرهابية عبد الله شرطح والمتزعم في حركة أحرار الشام الإرهابية المصري أبو حفص المصري، فيما أصيب الإرهابي هاشم الشيخ الملقب بأبو جابر القائد العام لإرهابي حركة أحرار الشام، وقتل عدد من مرافقيه بعد يومين على مقتل مساعده الإرهابي أبو جميل قطب. أعلن وزير خارجية أردوغان مولود جاويش أوغلو عن تأجيل إطلاق برنامج تدريب الإرهابيين أو إرهابيين جدد تحت مسمى الاعتدال في تركيا. وقال جاويش إن التأجيل تم بسبب بعد الولايات المتحدة جغرافيا، مبديا استعداد بلاده لدراسة طلب انضمام بريطانيا إلى البرنامج المذكور. وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد عبر وكالة الأنباء الإيرانية أرنا على تصريحات رئيس النظام التركي أردوغان ضد بلاده بالقول إنه من الأفضل للذين تسببوا بخسائر لا تعوض بسبب أخطائهم الاستراتيجية وسياساتهم الطموحة والوهمية أن يعتمدوا سياسات مسؤولة باتجاه إرساء الاستقرار والتقارب في المنطقة. وكان أردوغان أعلن دعمه للعدوان السعودي على اليمن لمواجهة ما سماه محاولة إيران الهيمنة على اليمن والمنطقة. وفي إطار جهود إيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني قبل نهاية الشهر الحالي، التقى ظريف مجددا نظيره الأمريكي جون كيري في مدينة لوزان السويسرية. وحضر اللقاء وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، والذي أعلن عن التوصل إلى فهم مشترك في مجال القضايا التقنية مما يساعد في التوصل إلى اتفاق رئيسي رغم صعوبة ذلك في المرحلة الراهنة. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران. وأصل النظام آل سعود عدوانه الجوي على اليمن لليوم الثاني على التوالي، وقصفت طائراته المدعومة أمريكيا مواقع جديدة في عدد من المناطق. مصادر يمنية قالت إن الغارات شملت مواقع للجيش اليمني وحركة أنصار الله وأحياء سكنية في صنعاء وأرحب وصعد ومأرب والحديدة، كما استهدفت منازل كبار المسؤولين وبينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه ودار الرئاسة، ما أسفر عن استشهاد نحو 20 يمنيا وإصابة العشرات. مدفعية الجيش السعودي قصفت جبالا وتلالا في منطقة صعدة، بينما تصدت المضادات الجوية للطيران المعادي وأسقطت طائرة استطلاع سعودية. قوات الجيش اليمني اشتبكت مع مسلحين تابعين للرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي في عدن وأبيان وشبوة، وحققت تقدما ووصلت إلى مشارف بلدتي العين وبيجان.
أكد مصدر في الشرطة العراقية إصابة مدنيين أثر انفجار عبوات ناسفة في منطقة سبع البور شمال بغداد. وفي الأنبار، تصدت القوى الأمنية لهجوم إرهابي شنه عناصر تنظيم داعش على منطقة البوغانم شرقي الرمادي. وأعلنت قيادة العمليات عن مقتل وإصابة 22 إرهابية من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من المحافظة وأجبرتهم على الانسحاب. وفيما يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في تكريت، أكد محافظ صلاح الدين رائد الجبوري أن مدينة تكريت خالية من المدنيين منذ بدء العمليات العسكرية، مشددا على أن قوات الأمن والحج الشعبي تعاملت بشكل إنساني مع الأسر هناك. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وخلال زيارة له لتكريت أوضح أن العمليات العسكرية تسير بنجاح وفق ما خطط لها، وأنه لا يميز بين الحج الشعبي والقوات الأمنية العراقية، فكلاهما يقاتل لتحرير العراق. لا أميز بين الحج الشعبي والقوات الأمنية. الحج الشعبي جزء من القوات الأمنية. اليوم الحج الشعبي هناك هيئة حشد شعبي ترتبط برئاسة الوزراء، ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. فكما أنا مسؤول عن قوات الجيش وكقائد عام وعن قوات الشرطة، كذلك مسؤول عن الحج الشعبي. هم كلهم أبنائنا يقاتلون من أجل هذا الوطن، يقاتلون للدفاع عن التراب العراقي لطرد الدواعش. وفي ليبيا قتل 9 إرهابيين وأصيب 12 آخرين خلال تصدي الجيش لهجوم شنته ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية المتطرفة على محور الكسارات في العزيزية. كما دمر الجيش العديد من الآليات التابعة للإرهابيين وعتادهم، فيما أفاد مصدر طبي بأن مشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم أمس جثتين و11 جريحا من أفراد الجيش الليبي، وذلك من جراء الاشتباكات التي تشهدها مدينة بنغازي. والآن اليسار مع اللوام لف المسائية. يسارع البعض إلى زعم أن العدوان على اليمن محدود اضطراري لإعادة الشرعية، لكن لا شك سيفتح باب الجحيم على السعودية. عدوان إن كان من الصعب إدراك دوافعه جيدا، لكن يتضح أن الحقد هو ما يحركه، فلطالما خفت السعودية من السيادة في اليمن. عبثية العدوان واضحة، فآل سعود ينفذونه خلف حدودهم مباشرة، وعلى وهج النار المشتعلة في اليمن الفقير تحضر ما تسمى الجامعة العربية قدور موائدها للمتخمين من زعماء الرجعية والتخلف العربي. بعد العدوان على اليمن، ماذا عن الخطوة التالية؟ إذ ليس خافيا أن من ركب طائرات العدوان هم نفسهم من دعموا الإرهاب في سوريا والعراق. التطورات في المنطقة متسارعة، وإسرائيل تأمل للسعودية النجاح، أما إعلامها فيتحدث أنهما في خندق واحد، فماذا بعد؟ اليوم الثاني للعدوان المسمى عاصفة الحزم جاء بحصيلة بلغت أكثر من 60 قتيلا وأضرار مادية كبيرة في صنعاء، أما المعطيات فتقول إنما بعد العدوان ليس كما قبله. مراسلنا في اليمن نبيل القانس وتطورات العدوان هناك. غارات متواصلة للطيران السعودي الخليجي على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط استبسال من الدفاعات الجوية التي أسقطت طائرة استطلاع في منطقة الصباحة قرب صنعاء، فيما حلقت الطائرات السعودية الخليجية بشكل مكثف على المديريات الحدودية في صعدة، واستهدفت سوقا شعبيا يقع بالقرب من منفذ حدودي بين السعودية ومحافظة صعدة، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. مملكة الشر والهمجية السعودية بدأت بعدوانها السافر الغاشم المباشر على اليمن واليمنيين بغيا وعدوانا وظلما، مستخدمة طائرات الصهاينة والأمريكان ومستعينة بذيولهم وعبيدهم من الأعراب المنافقين الذين بددوا ثروات الأمة لصالح اليهود. الموقف الدولي تجاه العدوان على اليمن ينقسم إلى قسمين، قسم يؤيد وقسم يعارض. القسم المؤيد هو القسم الذي يدور في فلك أمريكا وإسرائيل ويسعى إلى تحقيق بعض المطامع الشخصية ويبيع كرامته وعزته بحفنة من المال. أما القسم الآخر وهو القسم الرافض للعدوان ويمثل دول عربية وإسلامية، فهو القسم الذي نسعى سويا إلى التوحد سويا لمواجهة القسم الآخر. الطائرات السعودية قصفت عددا من المواقع التابعة للجيش في صنعاء ومأرب وتعز والضالع وحجة وصعدة،
فيما تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من دخول مدينة لودر في محافظة أبيان جنوب اليمن بعد مواجهات مع ميليشيا هادي وعناصر القاعدة، وتم أيضا السيطرة والاستيلاء على معسكر بيحان. إنما حصل اليوم وما يحصل من العدوان السعودي الصهيوني هو دلالة على ما خسر آخر أوراقه وهي القاعدة بسرعة انتصارات الجيش في أبيان وفي لودر. يعني الدعم الدولي والإقليمي لليمن في هذا السنين في كل شيء يجي اللجان الشعبية والجيش ينتصروا فيها اليوم في يوم واحد أو في ساعة واحدة. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحرز في الميدان انتصارات قوية خاصة في المناطق الجنوبية لودر وأبيان، ورغم العدوان السعودي على بعض المناطق والمعسكرات لكن هذا لا يثني عزيمة الجيش واللجان الشعبية. هذا ويؤكد اليمنيون بأنهم سيواجهون العدوان بكل قوة وبسالة بعد أن تناسى الجميع خلافاتهم السياسية أمام اعتداء السعودية وحلفائها على اليمن. يشتد العدوان الجائر وتشتد معه عزائم اليمنيين في مواجهته والتصدي له، فعلى هذه الأرض رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلى هذه الأرض مقبرة لكل الغزاة. نبيل قانص، التلفزيون العربي السوري، صنعاء. مشاهدينا، قبل أن ننتقل إلى ضيف المسائية المحامي والمحلل السياسي الدكتور بشير شربجي، سأبقى مع مراسلنا في اليمن نبيل القانص. نبيل، هل هناك تطورات جديدة؟ ماذا عن أعداد الضحايا في هذه المرحلة؟ أهلا وسهلا. نعم، الآن صنعاء من جديد تحت القصف وتحت عدوان الطائرات السعودية الخليجية. نسمع دوي الانفجارات في أماكن متفرقة في العاصمة صنعاء، وأيضا نسمع أصوات مضادات الطيران التي تتصدى لها الآن. هناك ضحايا في الأماكن التي قصفها الطيران السعودي بالأمس في صعدة، أما بالنسبة للأماكن التي قصفها اليوم فلا يوجد أخبار إلى حد الآن مؤكدة عن حجم الأضرار والضحايا. نعم نبيل، عمليا كيف ينظر الشارع اليمني إلى هذا العنوان بما أنه هناك الكثير من محاولات التبرير حوله؟ الشارع اليمني، الشعب اليمني كيف تحدث عن هذا الموضوع؟ الشارع اليمني المواطنين اليمنيين متشوقون جدا لمواجهة مع الجيش السعودي الذي هو جيش الكبتة. هناك استعداد كبير حتى من المواطنين، وهم يعرفون بأن هذا الشعب مظلوم تحت هذا القصف الجائر، والسعودية لا تستطيع مواجهة الجيش اليمني واليمنيين بشكل عام، لأن اليمن شعب مسلح ولا يوجد بيت يخلو من السلاح فالسعودية تعرف جيدا أنهم لو واجهونا بريا سيصابون بحزائم كبيرة، والدليل على ذلك مثال بسيط من صعدة عندما كان جماعة أنصار الله قلة قليلة في صعدة ولم يكن معهم إلا السلاح الخفيف. عندما واجهوا الجيش السعودي والطائرات السعودية في تلك الفترة دخلوا إلى مناطق في السعودية، وصلوا إلى جبل دخان وإلى القوبة ورفعوا أعلام وشعاراتهم هناك، وهم جزء من الشعب اليمني وقلة قليلة، فما بالكم اليوم وأنصار الله والشعب أنصار الله جماعة كبيرة ويواليهم الآن ويقف معهم صفا واحد في حلف واحد 10 من الأحزاب اليمنية القوية منها حزب الرئيس السابق. فالسعودية الآن تعرف أنها لا تستطيع أن تواجهنا بديا، وهي الآن تقوم بقصف المناطق اليمنية والمعسكرات والأماكن التي يوجد فيها الرادارات والصواريخ من أجل أن تؤمن نفسها، وهذا الخوف يبان أيضا من خلال حشدها الكبير، من خلال حشد السعودية الكبير وتحالفها مع الكثير، فهنا 10 دول، بمعنى أن العدوان عشري على اليمن.
نعم نبيل، سؤالي الأخير لك، هل تم يعتبر أنه تم احتواء ما يمكن تسميته الضربة الأولى التي كانت ربما حصلت بشكل مفاجئ، يعني ليس بالعموم لكن هي كانت مفاجئة، هل تم رص الصفوف بعدها، هل تم احتواءها من قبل إن كان حركة أنصار الله أو من قبل كل من يمكن أن يدافع عن أرضه ضد هذا العدوان؟ نعم، الضربة الأولى كانت مباغتة وكان هناك خسارة سلاح، لكن بعدها استطاع الجيش واللجان الشعبية الاستعداد التام بعد تلك الضربة الغادرة، والآن السعودية وطائراتها يضربون ضربات عبثية، فهم يأتون ليضربوا مكان محدد، مثلا في جبل يوجد فيه أسلحة أو مخازن للصواريخ وما إلى ذلك، فيفاجئون بأن أمامهم 5 جبال بجانب بعضها البعض بنفس الشكل، فلا يعلمون أي من هذه الأماكن يوجد فيها الأسلحة أو الصواريخ، لذلك فضرباتهم أغلبها عبثية ولا يستطيعون تحديد وجهاتهم في تضاريس اليمن وأماكنها الجبلية. نعم، مراسلنا نبيل القانس كنت معنا مباشرة من اليمن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا سأبدأ بحديثي مع ضيفي في الاستوديو الدكتور بشير شربجي المحامي والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور بشير، تعليقك على العدوان وعلى ما سمعناه من معلومات حتى هذه اللحظة. يعني في عدة أسباب تدفع للحرب على اليمن. اليمن اللي سمعنا اليوم بهتافات آلاف المظاهرات نزلت، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. اليمن بعد الثورة الحقيقية اللي صارت فيها واللي بتشكل كشف لمزاعم الربيع العربي، لأنه هي حراك شعبي ضد مظالم، شفنا أدوات القمع اللي عم تاخذها بتخدم عدة أسباب، منها يعني البعض عم يحاول يساويها موضوع طائفي سني شيعي. الناس راح للسادة المشاهدين باعتبار انه اجيالنا عم تكبر، بستينات القرن الماضي الخالد عبد الناصر ب62 كان عم يحارب الحوثيين الحركة الجديدة، والبدر كان مدعوم من النظام السني آل سعود، وشفنا مثل ما بيقولوا الانتصارات اللي استطاعوا يحققوها وصعوبة السيطرة عليهم. السبب الجوهري والأساسي هو محاولتهم لتوريط إيران وجرى لرد فعل غير مدروس، يعني لمحاولة التأثير على المفاوضات النووية الإيرانية، وبالتالي فرض نوع من الموازنة بين الدور التخريبي لمملكة أهل الرمال بالجزيرة العربية ومع دور داعم لحركات التحرر والمقاومة. اليوم يعني اللي عم نوصله هو نتيجة جملة عوامل تاريخية، إذا بدنا نرجعها لنشأة المملكة بداية وتحالفها مع الحركة الوهابية أو حتى لأدوارها. اليوم ما يسمى بالربيع العربي كشف دور مملكة الرمال بشكل أو بآخر، وتعرضت أدوارها كلها كانت عم تدعم الحراك، يعني اللي اعتبروه حراك شعبي دعم للانتفاضة دعم للديمقراطية، وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية. دمرت ليبيا باسم الديمقراطية ونتيجة ما في خلاف. يعني اليوم اللي عم يصير نوع من إثبات موجودية وجدارة. يلي عم يسمع التصريحات اللي عم تطلع من بعض المحللين بين قوسين الخليجيين عم يتحدوا الكون، انه يعني بلطو الزرقاء لحنا هذا قرارنا. بدنا نوضح للسادة المشاهدين حقيقة انه هذه الدول اللي انضمت للائتلاف السعودي الجديد اذا عريناها واخذنا ادوارها واحدة واحدة، يعني دول الخليج العربي اللي كانت محميات بريطانية اليوم غير قادرة تقول لا للهيمنة اللي فارضين آل سعود عليهم. مغلوبين على أمرهم باستثناء سلطنة عمان بسبب علاقتها الوشيجة وقربها من الجمهورية الإسلامية. يعني اليوم مستودعات الأسلحة بمئات المليارات اللي كانت عم تخزنها السعودية رح تفقد جدواها القتالية أو صلاحية الاستعمال، فاستخدامها هلا هو الضرورة فاستعمالها. اليوم ضرب أكثر من عصفور بحجر، ضرب محور المقاومة،
يلي الحركة الحوثيين والحراك الشعبي تبعهم واللي هي الثورة الحقيقية، يعني في بعض السادة الموضوعيين ربطوها بالثورات العالمية، يعني هي حراك لا يقل عن الثورة الفرنسية ولا يقل عن الثورة البلشفية. هذا الحراك اللي عم يصير باليمن هذه ثورة. اثنين، هنن أدوات يعني السعودية، وشوفي إذا بدك تحكي باليوم السودان عم يبتزوا بموضوع المحكمة الدولية، صار بده يحمي الحرمين. نعم نعم. الحرمين يلي لما انهدت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة التوسيع المقامات الزيارة، ما حدا حرك أي ساكن أو أخذوا أي رد فعل. صار السودان البشير يلي مثل ما بيقولوا الطيران الإسرائيلي كان عم يقصف علاقته مع حماس وتقسمت السودان، وكان بمواقف سلبية تجاه مصر بما يتعلق بالسيطرة على النيل و إخلال من حصة مصر بموضوع النيل. اليوم بغياب الشرعية الدولية بقناعتي، يعني على مقولة إذا لم تستحي ففعل ما شئت، أما هن ما بيقروا تاريخ صح، هن انهزموا بأكثر من واقعة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في كثير فضائح ومراسلات من ضباط يلي هربوا بحجة بدهم يكسروا اجريهم ولا ما يخدموا بمواجهة الحوثيين، او كان عندهم اسباب تانية انهم اجبى من انه يكونوا بمواجهة حقيقية تماما، ورب ضارة نافعة. طيب دكتور، كلنا بنعرف انه في اجزاء مغتصبة من اليمن بالسعودية ممكن ترجع الامور لنصابها، وهن كلهم عم يخدموا شعار اسرائيلي قامت عليه ادفع دولارا تقتل عربيا. نعم. طيب دكتور، يعني بتعليقا على جملة حكيتها حضرتك انه هن اجبن من مواجهه حقيقيه، وحكاها مراسلنا بانه احيانا هن ضرباتهم عم تكون عبثيه لانه هن ما بيعرفوا مزبوط باصول الحرب بهذه المنطقه. فكره انه هن قالوا انه نحن بنضرب لكن ما في تدخل بري، فبرايك كمان لاي مرحله هذا الموضوع بيوضح نوعا ما شو النتائج ولاي مدى هن بدهم يوصلوا فيه؟ يعني انا واحد من الناس تعودت ما اخذ كثير بتصريحاته لانه هن ادوات، وشو بيطلب مشغلهم الامريكي او الصهيوني؟ ما عندهم يعني هذه الضربه الى استهداف المدنيين، واليوم استخدام المدفعيه هي يعني كلياتنا بنعرف، مالي عسكري ولا عندي خبره كثير عسكريه، يعني لما بيكون في قصف مدفعي فبيكون هو تمهيد اجتياح او التلويح فيه، يعني صحيح. طبعا لانه ضرب رميات المدفعيه بتكون ادق من الضربات الجويه، مع انه في بنك اهداف وفي غرفه عمليات، غرفه العمليات الموجوده بالاردن مع المخابرات والموساد الامريكي والموساد الاسرائيلي هي نفسها. الاواكس اللي دفعت السعوديه مئات المليارات تجيبها، شفنا دورها بحرب لبنان لما كانت عم تساهم بترشاد الطيران الاسرائيلي، هي دفعت حقها السعوديه وكل اسلحتها دفعت حقها ضد انه تستعمل ضد الكيان، واليوم هذه الطيارات هي عندها بنك اهداف موجوده، واليوم عم نسمع انه حاطين اسرائيل قمر خاص ليغطي مساحه صحيح. اليمن الكبيرة لتوجيه رمايات اللي سموها لآل سعود، واللي شفنا الائتلاف اللي ضمته. نحن كسوريين بيعنينا انه هذا الائتلاف الساقط اللي اعتبروه بفترة من الفترات ممثل انضم ضد شعب، ضد ثورة حقيقية، وعلى مبدأ بضدها تعرف الاشياء، بيّن حقيقتهم انه هن خونة ومرتبطين ومنفذين لأجندات شريرة للمنطقة. طيب نرجع للحديث بتحديدا بهي النقطة، لكن ننتقل إلى تقرير ونبدأ بموضوع أنه أدوات واشنطن في المنطقة تنفذ عدوانا على أفقر الدول العربية، لكن هم أنفسهم يدعمون العدوان في سوريا ويجمعهم خندق واحد مع العدو الصهيوني. تقرير لمها نعامة ونتابع الحوار. لحروب الشرعية الأمريكية تستنفر الساحات الدولية مثلما تستنفر الساحات الإعلامية، ومعها تفتح حدود الدول للتنظيمات الإرهابية. فأن يكون ثوب الشرعية بالطبعة الداعشية أو القاعدية لا فرق، وأن تكون ممالك الخليج التي لم تشرق عليها يوما شمس المعايير الدنيا للديمقراطية وحقوق الإنسان هي من تحارب لتوزيع الشرعيات أيضا لا يهم. المهم أن يكون ثوب الشرعية هذا موافقا للمعايير الأمريكية وراعيا لمصالحها، وبطبيعة الحال للمصالح الأمريكية رعاة يتقنون حروب استنزاف الدول الخارجة عن قانون الشرعية الأمريكية. ولعل توفير المناخ الملائم للجماعات الإرهابية لانتشارها واتساع نفوذها يشكل أحدها، فبين القاعدة وداعش وجبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية تم العدوان على سوريا برعاية إسرائيلية سعودية قطرية وتركية
وبمباركة مباشرة من الحلفاء، عدوان معلن على الشعب السوري الذي اختار بكامل المعايير الديمقراطية الانتخابية ممثلا شرعيا له، فتم معاقبته من خلال الاستعانة بالحليف الداعشي لإنجاز ما عجز عنه في الساحات الدولية والإعلامية. في اليمن لا تبدو الحرب المفتوحة عليه بعيدة عن مثيلتها على الشعب السوري، ففي الحالتين هناك شرعية شعبية لا تتماشى مع الشرعية الأمريكية وحلفها، فالخيار الشعبي في البلدين يشكل تهديدا مباشرا على المصالح الأمريكية وأنظمة ممالك الخليج التي تحميها والتي تتوافق بطبيعة الحال مع المصالح الإسرائيلية. وليس من قبيل الصدفة أن تكون الحرب هذه المرة مباشرة وبعدوان معلن تقوده السعودية على الشعب اليمني، ولا سيما أن الحلفاء لا يطالون لا عنب الشام ولا بلح اليمن، فلغة الأرض في البلدين تفرض شرعيتها بقوة الشعب الذي تبدو كل أنواع التفوق العسكري والمالي وحتى الإرهابي عاجزة أمامه. العدوان العسكري السعودي الخليجي بدعم أمريكي وتأييد تركي فرنسي بريطاني دفاعا عن ما أسموه الشرعية في اليمن هو نفسه تحالف العدوان الإرهابي على سوريا تحت مسمى أصدقاء سوريا لتحطيم الدولة السورية ونسف الشرعية الشعبية. إذن من سوريا إلى اليمن تعجز داعش مثلما تعجز القاعدة والمتحالفون معهم عن فرض الشرعية بالطبعة الأمريكية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وسأنتقل فورا إلى ضيفي الدكتور بشير شربتجي ضيف ملف المسائية. دكتور بشير، يعني بالتقرير جملة حكيت أنه الدول نفسها اللي هي دعمت الإرهاب بسوريا تحت مسمى أيضا أنه هي ثورة وحالة شعبية، هي نفسها عم تحكي بأنه هي كمان عم تحارب باليمن كمان لإعادة الشرعية، يعني كيف هدول فينا نعلق عليهم؟ بداية بالقانون بنقول فاقد الشيء لا يعطيه، يعني ما عنده أدنى وصف للحد الأدنى مما يمكن اعتباره شرعية لا على الطريقة الإسلامية ولا على الطريقة الغربية المسمى ديمقراطية، آخر من يحق له التكلم بالشرعية. اليوم شفنا فرنسا لما كانت عم تحارب الإرهاب بمالي وتدعمه بسوريا، صحيح، كيف اليوم الانتخابات الشارع الفرنسي سقط الحكومة، ويعني الانتخابات مهزلة كانت بالنسبة له رغم أنه عوى شوية انعاش اقتصادي بالرشاوى الخليجية لأبضه. اليوم هذه الازدواجية شرعية بيهدوا مثل ما حكينا من شوي اليمن، بيخربوا سوريا، بيخربوا العراق، هذه مثل ما بيقولوا إعادة شرعية. أما شرعية استحقت ما بيقولوا بحراك جماهيري، عم نحكي يعني ديموغرافيا الخليج العربي غالبيته من اخواننا بالمذهب الشيعي باستثناء اليمن، اخواننا الحوثيين بشكل 30-35 مو اكثر من اليمن، غالبيه اليمن سكان واهل اليمن السعيد اللي كان قبل ما يدخلوا وراح يرجع يضل سعيد هن من الاخوان اليزيديين، يعني مفارقات غريبة عجيبة ما بتركب على أي مستوى، بدهم يركبونا إياها ويقنعونا على أساس أنه نحن ذاكرتنا القريبة ذاكرة عصافير، يعني ما بصر مني ما لنا متعودين نربط. ولاحظي يعني بعد وفاة ملك آل الرمال السابق اجى هذا بمشروع جديد، يعني صحيح. تعودنا من السعوديين كل ما بيجي ملك عندهم يطلع بخطة غايتها خدمة إسرائيل، أما اليوم هن أسفروا عن وجههم وعمالتهم وحرصهم مثل أمريكا على أمن إسرائيل وإيجاد حروب وصراعات بديلة لإنهاك. بالتقرير الله يعطي العافية لسوا بين قوسين عم يحكي بوجع، يعني إذا بدنا نحكي ميزانيات الخليج من سرقة النفط العربي الموجود بأراضيهم بتفوق 1000 مليار، بينما اليمن لاحظي بفترة أواخر أيام الفاطس عم يحكي مثل ما بيقولوا بتهجير العمالة اليمنية يلي هن الأأمن، يعني أنا عشت فترة بالخليج بعرف هن الأأمن المحاسبين والأأمن تعاملا بكل الوافدين بما فيهم بعض العرب، نعم، رغم الفقر اللي عندهم، نعم، يعني اللي عنده من الأوباش عنده أو محاسب أو موظف يمني بيأمنوا على بيته رغم أنه هن ما بيتأمنوا حتى على الحد الأدنى، نعم. مع هيك هجروا مليونين بغاية دفعهم للمزيد من الفقر للتطوع للقتال لمصلحتهم تنفيذ
جنطاتهم بسوريا كمرتزقة، لما فهموا اللعبة هن عم يحاربوا الإرهاب باليمن، بينما الحوثيين والحراك الشعبي الموجود باليمن هو اللي عم يحارب ويقضي على الإرهاب الموجود منهم. فيعني هذه المفارقات ما عاد تنطلع على حدا، وأنا بقناعتي كفاهم استسخافا بعقول العالم، لأنه مثل ما حكينا الغبي لا يتزكى العالم. نعم، في دكتور ملاحظة، يعني بما أنه عم نحكي على التزاكي والتفكير بالمنطق، يعني يمكن ربما ما حصل في سوريا يعني عطى هيك درس صغير لهم، بأنه هالمرة ما رفعوا سقف المطالبات يعني بحكم هذا العدوان، يعني ما قالوا انه هن نحن بدنا نتيجة، ما حطوا نتائج، هن عملوا العدوان لكن لحد هذه اللحظة ما في نتائج له، لكن فقط تحت مسمى الشرعية. يعني من ضمن المخططات اللي عم ترسم لهم والأدوات اللي الأدوار المطلوبة منهم، يعني كلياتنا بنعرف انه الخلافات الخليجية بين بعضهم هائلة. آخر تصريح طلع بالأمم المتحدة للضربة مصر على الإرهاب اللي عم يدبح مواطنينا، شفنا التصريحات اللي طلعت باسم المجلس وكيف رجعت انسحبت نتيجة الصفقات. اليوم اللي عم يحكي بشرعية الحراك الشعبي يلي هو مثل ما بيقولوا مع المبادرة، وكيف هن انضغطوا، واللي فاقد الشرعية هذا الرئيس المستقيل، واللي هو اجى لفترة انتقالية لمدتها سنتين، حتى هذه الفترة اللي عم تخبوا أفاها سقطت. اليوم حراكهم على الأمم المتحدة فشل بسابقا بموقف الصين وروسيا الاتحادية، يلي مثل ما حكى أكثر من مرة وزير خارجيتها أنه خدعتونا بليبيا، لن نقبل أن تخدعونا مجددا في أي منطقة من العالم. صحيح. أما اليوم إحنا يعني كسوريين يبدو القدر بيجمعنا مع أخواننا اليمين باليمن، بسبب أنه حتى كانوا يعني من نوع من استقراء المستقبل بالفترة الماضية كانوا يطلبوا من الرسول أنه يحمي شامنا ويمننا. صحيح. وبإذن الله محميين بهم سواعدنا باليمن وبسوريا. سؤالي الأخير عن القمة العربية دكتور، بتعرف أنت هلأ في قمة عربية، شو تعليقك على موضوع القمة، خاصة أنه العرب اليوم أغلبيتهم مجتمعين على هذه الخطوة؟ هذه يعني من هذا المركز من أكثر من 4 سنين حكينا أنه هذه جامعة لتفرقة الوطن العربي، وهذا اليوم الدور اللي عم يرسم بها لإحلال مجلس التعاون الخليجي وضم المغرب له والأردن بديلا عنا من مشروع نهضوي عروبي كانوا دفعنا دم وأفكار وتضحيات من مقارعة المستعمر، ليجوا اليوم باسم العروبة باسم الإسلام ليستنكروا ويبيدوا ويقضوا على كل شيء معالم ساويناها لإعادتنا للمربع ما قبل الجاهلية. أنا بدي أشكرك دكتور بشير شربتجي المحامي والمحلل السياسي على وجودك معنا في ملف المسائية، جزيل الشكر. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة النشرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا.